في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 541 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل عمد، وضبط معهم 297 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 74 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1331 قطعة سلاح ناري، أبرزها 4 جرينوف، 199 بندقية، و95 بندقية آلية، و71 مسدساً، و942 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1678 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 570,860 حكماً قضائياً بإجمالي 38,722 متهماً، من بينهم 2,381 حكم جناية و 200,688 حكم حبس و 288,842 حكم غرامة و 78,949 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 33 متهماً قاموا بارتكاب 99 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 92 متهماً. كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1770 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1966 متهماً وبحوزتهم ما يقرب من 206.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 536 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت 44 كيلو و792 جرام، إضافة إلى أكثر من 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 1,698,407 قرصة ترامادول وعدد 48,713 قرصة مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 164 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 254 مليون جنيه
متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة